طيب. فاحنا بمجرد ما دفعنا المقدم وانطبقت علينا الشروط بنخش التمويل العقاري اللي هو بنسبه 3%. طب بمناسبه متوسط الدخل بقى حضرتك ذكرته، احنا بنتكلم على الاجتماعي، الاسكان الاجتماعي، بالنسبه لمتوسط الدخل اللي هو جنه وسكن مصر، كان ادينا اخر الاخبار ايه بيسالونا الناس دلوقتي؟ احنا طبعا يعني عايز اطمن الناس برضو ان شاء الله مستمرين بندرس طبعا احتياجات دلوقتي عشان يبقى في ان شاء الله طرح تاني. ودايما احنا يعني كوزاره الاسكان الحمد لله يعني احنا متقبلين العبء ده والتحدي ده، الاقبال كبير جدا الحمد لله، وده شيء ايجابي، فده مخلي علينا طبعا عبء ان احنا نبني اكتر، والحمد لله شغالين في كل المدن. عايز اقول لحضرتك ان الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان بيتابع بشكل يومي على مستوى كل المدن الجديده الطرح اخباره ايه، بعنا كام كراسه، والاقبال عامل ازاي طبقا لدراسات الخبراء، والانتاجيه احنا انتاجنا حاليا بنوصل حوالي 200,000 وحده في السنه، فان شاء الله في طرح ان شاء الله هيبقى متوفر بس في جنه مصر وفي الاسكان المتوسط، وده هيبقى قريب قوي ان شاء الله، بالاضافه طبعا الاعلان اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. طيب دكتور عمرو، في سؤال تاني برضو الناس بتسال عليه، بالذات بتوع محافظه الجيزه، المطار الجديد، ناس كتيرة قلقانة وخايفة ان ما يبقاش فيه خدمات هناك، يبقى المكان بعيد، فحضرتك بتطمنهم ازاي او ايه الاجراءات او ايه اللي انتوا بتحضروا له او الدراسة اللي انتوا عاملينها عشان محافظة الجيزة جاي عليها اسئلة كتيرة جدا؟ تمام طبعا، يعني هو ده متوقع، الناس كان عندها قلق، العهود السابقة كان بيبقى دايما المكان بعيد وبعيد عن الخدمات، ما فيش اتصاليه. طبعا انا بس اصلح معلومه، المطار هي غرب المطار اللي هي في 6 اكتوبر الجديده، مش ارض المطار. دي منطقه منماه بالفعل، بنوصل لها دلوقتي بطرق، طرحنا فيها قريب خدمات للتنفيذ، وده طبعا على ما تخلص الوحدات السكنيه اللي نازله خلال 18 شهر هيكون المكان فيه اتصاليه كامله جدا بكل اطراف المدينه. احنا بنتكلم على مدينه جديده اسمها 6 اكتوبر الجديده، وده جزء من التنميه وخطه التنميه في المدينه، فمش يعني خلينا دايما بنطمن الناس ما يقلقوش خالص من الموضوع ده. احنا يا اما بنسلم وحدات جاهزه على الاستلام زي اللي نازله في الاعلان النهارده في اماكن منماه بالفعل وقرب الخدمات ومتصله بطرق وبشبكات مرافق وخدمات متكامله ومدارس ومصالح حكوميه، او بنبعت فرق لعمل الخدمات قبل ما ننفذ. فبالتالي احنا في منطقه غرب المطار بطمن الناس، المنطقه ان شاء الله هتكون منماه على ميعاد الاستلام، واجهزه المدن وجهاز مدينه 6 اكتوبر الجديده حاليا فعلا بيعمل خطه طرح للخدمات في المكان، وطبعا بيتبع خطه الطرح دي خطه مواصلات عامه، ودي طبعا عندنا وحده في هيئه المجتمعات العموميه الجديده مسؤوله عن توفير شبكه المواصلات العامه جوه المدن على مستوى الجمهوريه، ال 42 مدينه اللي فيهم عمران قائم دلوقتي. ففي خطه، في خطه بالفعل بتتنفذ دلوقتي للاتصاليه بالمواصلات العامه، بحيث ان انا لو مرتبط بعمل وعايز اروح عملي في مكان قريب للمدينه هلاقي خطه مواصلات، او لو اولادي هيبقوا في مدارس هيبقى في مدرسه موجوده وحضانه قائمه، او لو هتتعامل مع مصالح حكوميه وخدمات امنيه هلاقيها في اقرب مكان. يعني يا باشمهندس دايما بنتكلم عن انه المشروعات الاسكان اللي اتعملت لحد النهارده بتكون مشروعات كامله مكمله، مش ناقصها حاجه، بحيث ان المواطن وهو ساكن هناك لا محتاج يروح يدور على مستشفى بره ولا مدرسه ولا جامع ولا مواصلات ولا اي حاجه، فده جميل جدا. وبنسمع دايما انه في مشروعات اسكان في اي مكان في اي محافظه، اي حد لو بص جنبه هيلاقي انه في مشروع اسكان جديد معمول. يعني انا ساكن في المقطم جنبي حي الأسمرات، حي كبير جدا ضخم كامل متكامل، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال من بداية متكامل الخدمات طبعا من بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحد النهاردة، كم مواطن مصري أو خلينا نقول كم أسرة مصرية، ونقول في المتوسط مثلا أسرة 4 أفراد، استفاد بشكل مباشر من مشروعات الإسكان وبقى عندهم بيت وبقى عندهم شقة وبقى عندهم وسائل حياة تليق بالمواطن المصري؟ طبعا ده سؤال جميل جدا. احنا النهارده اخر احصائيه من صندوق الاسكان الاجتماعي وعلى مشروعات الوزاره ككل، احنا عندنا فوق 1.5 مليون اسره استفادوا من المشروع، وفي المتوسط زي ما سيادتك قلتي 4 افراد، فبنتكلم في حوالي اكتر من 5 مليون مواطن استفادوا من المشروعات الاسكان اللي بدات فعلا في اخر 8 سنوات. وده بخلاف طبعا اسكان العشوائيات اللي احنا المناطق العشوائيه اللي تم تطويرها في القاهره والجيزه وفي كل محافظات مصر، بنتكلم في حوالي 225,000 وحده سكنيه تم تنفيذهم بالفعل في الاماكن العشوائيه، تم تطويرها زي اللي سيادتك اشرت ليها، منطقه الاسمرات مثلا اللي تم نقل اهالينا من المناطق العشوائيه ليها، ودلوقتي متكامله الخدمات فيها كل شيء بيحتاجه المواطن في المكان.
بنتكلم بقى، والسؤال بقى ياخدنا لحته ثانيه مهمه قوي يا فندم، الاستفاده الغير مباشره اللي هو فرص العمل اللي توفرت في الاماكن، فرص العمل اللي توفرت في المشروعات الاسكان وهي بتتبني، فرص العمل اللي توفرت، فرص التعليم اللي اتعملت في المدن الجديده بسبب ان بدا يبقى في خطه تطوير لكل محافظات مصر بما فيها طبعا مشروع الاسكان الاجتماعي واتصالاته بكل الخدمات والاحتياجات بقى من المدارس لجامعات لخلافه. فاحنا عندنا الاستفاده المباشره حوالي 1.5 مليون اسره، والنهارده الحمد لله تم تخصيص يمكن اكثر من 500,000 وحده للاسر اللي قدمت بالفعل من اول ما بدانا المشروع في شهر 6/2014، حوالي اكثر من 500,000 بنتكلم دلوقتي اسره، والباقي جاري تخصيصه وشغالين على تخصيصه باستمرار بالتتابع يعني ان شاء الله. طيب باشمهندس سؤال اخير، امتى اخر موعد لتلقي الطلبات او استكمال الاوراق بشكل مباشر عشان برضو الناس تكون ملتزمه بتاريخ معين؟ مهم قوي عندنا احنا يوم 27 اكتوبر ان شاء الله هيبقى اغلاق باب التقديم، يبقى كل واحد ملزم ان هو يكون جاب الكراسه ودفع مقدم جديه الحجز وخد الايصالات ورفع الورق وخلص تقديم وجات له رساله نصيه اس ام اس على موبايله يتاكد ان هو جاله تم التسليم او تم التقديم بنجاح قبل يوم 27 اكتوبر ان شاء الله. مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا لحضرتك على المعلومات الكافيه والوافيه، ونتمنى ان كل الناس اللي كان عندها اي تساؤل نكون قدرنا نجاوب على تساؤلات حضراتكم.